نفس وكلي الله يا حياتي وما تعملي بحالك هيك. يا شو كل هالدموع روقي خلصنا. ما إلك كم يوم أكل الرصاصة من فيدات الكلب. ارحمي جسمك، هو بده ياكي تضعفي مبيني. الله كريم ما رح يوقف مع هذا الحقير. روقي شوي، فرج الله ممكن يجي بأي لحظة. ما تخافي بلتقى شي حل. يعني مو معقول يفرقوا ولد عن أمه هيك. أكيد في سوء تفاهم، بيكون هالوسخ عامل عليهم شي ملعوب وإلا ما ينكشف. أنا مخنوقة وعم احترق، روحي عم تتعذب، مو قدران أفكر بنوم. يعني جواتي في خوف وقلق مو طبيعي أبدا، في شوق لابني وفي شعور غريب ما بعرف شو هو وما بعرف كيف بدي أتحمله. نفس نفس اسمعيني، كل مشاعرك بينجمعوا بكلمة واحدة، الكلمة هي الضنا. ايه الضنا؟ انت جربتي شعور الطلق لما ولدتي ييت ما هيك؟ وانا كمان جربته، غرزت اظافيري بالفرشة وشقيتها من وجعي. ولا هداك المغص عن جد فظيع، حسيته ما رح يخلص ابدا، وقلت مستحيل يكون في اصعب منه. لا اجتني الطلقة اللي بعدها، لك احساسي طلع غلط. تعرفي شو قلت لما ولدت بالم؟ انا ما كنت متذكره طبعا، حماتي هي اللي قالت لي. قلت لهم طالعوا لي جواتي، واذا ما طلع اتركوه. وبعدين بتحسي براحه كبيره، يعني كأنه أنت عصفورة وعم تطيري والدنيا مو سايعتك. وبعدين بتسمعي صوت بكي، صوتك أنت، صوتها هي، ما بتعرفي صوت مين. مو صح، يعني مو مثل ما قلت لك بيصير. اعتبري حالك عم تطلقي وعم تولديت من أول وجديد. تذكري كل هالوجع لحتى بالآخر يجي، وإن شاء الله رح يجي وترتاحي. دعيلنا إن شاء الله. روقي خلاص، طولي بالك، حاش تبكي، أكيد كله رح ينحل، رح ينحل. أمي بدي روح على المدرسة. طيب بنتي منيح، روحي يلا. وين جيت؟ يعني ما بده يروح معي؟ هلا بتتأخري، يلا بالم. وين البكلة الحمراء تبعي؟ حبيبتي في عندك ألف وحدة، حطي أي وحدة منهم براسك. بس بدي الحمراء ماما. فهمي بنتي هلأ مو وقتها بنوم. بالم أوف. ليكي شو فيها بالفرشة؟ نمتي مبارح وهي براسك لأنه شفتي الضنا؟ هو وبطنك بياكلك من جوا، وبس يطلع ببلش يعذبك، وبعد ما تكبري بيتركك هيك الضنا، وبتضلي عم تتحسري. كوني صبورة نفس، رح أصبر بإذن الله. وهو ما بينسى عباده. والله حاسة فيكي ورح أختنق، بدي قوم أتنقر مع حماتي، بلكي بغير شكل، هي بتعمل لي جو. مثل ما خبرتك، بتوقع انه ما في شيء قانوني نعمله. اخذ الوصاية الدائمة بقرار من المحكمة. بس ما هيك طاهر، انا اكيد رح احاول اعمل شيء. طيب اسماء، شكرا. بدي منك تكون هادي هالفترة وما تساوي اي شيء ممكن يحطك بخانة الاتهام. انا رح جرب، بس ما بوعدك طبعا. بعرف، بس اتحمل لو سمحت. يلا بشوفك. مع السلامة، ناطر الاخبار الحلوة منك. Thank you.
علي وينك؟ كنت عم فكر اتصل فيك. أسماء خبرتني إنه هالكلب أخديت مؤقتا. بس أنت وينك؟ أنا بالمغفر. عندك ما بتزبط، خلينا نتقابل برا، معك وقت ما هيك؟ إيه معي آغا. طيب منيح، اسمعني بشوفك بعد ساعة بالقهوة نفسها، شو رأيك؟ إن شاء الله. طاهر شوف، إذا صار معك شيء أو إذا لزمك شيء اتصل فيني فورا. طيب أخي ما تأكل هم. بس ليك اوعك تخبصها. خلص أخي شو بنا، ما تخاف علي. يلا بخاطرك. طاهر أعطيت نظر رقم نفس، لا تتصل فيها. طيب مراد يسلمه. بدي روح شوي لحتى أحكي أنا وعلي. شو منستفيد يعني؟ ملف فيدات الواطي سميك كتير، بس نفد من كل الجرائم ورح ينفد من هي. شو كان اسم الزلمة؟ رستم. ما هو ما عمل شي، فيدات خطف وقتل وخرب الدنيا، بس زلمته رستم هو اللي عم يتعاقب. استسلمتي يعني؟ ما بعرف إذا استسلام ولا لا، بدي ابني هذا اللي بعرفه. ليكي نفس طولي بالك، في عندي طريقة. طاهر ما عاد فيني طول بالي بنوم، وما عاد في عندي أمل إنه الأمور تزبط. الأمور معقدة. قومي معي لقلك. لوين؟ ولا سؤال نفس، رايحين يلا. طاهر لك طاهر لوين قلي؟ طاهر انت شو عم تعمل؟ لوين اخذها للبنت؟ ما بعرف إذا فهمت اللي كنت عم قوله من شوي مرجاني، يعني أنتي فيك تروحي على المخفر وتقدمي شكوى ضدي، بس شو اللي رح يصير؟ بدهم يلقوا القبض علي؟ ماشي، قديش برأيك بيقدروا يحبسوني عندهم؟ ما عندك شهود ولا عندك دليل، اللي عندك مجرد أقوال. بيحبسوني ليلة؟ يعني معقول مرجاني مشان تحبسوني بس ليلة واحدة؟ تضحوا بشغلات كتير، فكري منيح فيها. يا أهلا وسهلا، وهلأ صار فينا نبلش فطورنا لأنه ابني الحلو نزل. كيف عجبك ما؟ عملته كرمالك. بس أنا ما بحب البيض أبداً، عمو طاهر بيعرف هالشي. كل كم لقمة بيض لو سمحتيت. بدهم يتاكلوا والا بطعميك ياهم بالغصب.